طيب نروح بقى بحضراتكم لخبر جديد. سيدات اليد في النادي الاهلي بيفوزوا على الشمس في الدوري، طبعا دوري كرة اليد لسيدات كرة اليد تحديدا من النادي الاهلي، تمكنوا من تحقيق الفوز على نظيرهم فريق الشمس بنتيجة 26-23، وده حصل في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين امبارح في ختام الدور الاول من منافسات بطولة الدوري. وقيمت المباراة على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، وشهدت تألق لاعبات النادي الاهلي، وطبعا على رأسهن نصر عيد اللي كانت مرة من المرات مشرفانا في حلقة من حلقات البرنامج، وسندس حشانة وأمينة عاطف. وطبعا انتهى الشوط الاول من المباراة بنتيجة 12-12، كان نتيجة التعادل، ونجح النادي الاهلي في تقديم عرض قوي جدا في الشوط الثاني بفضل الدفاع المنظم وكمان الهجمات المرتده السريعه على مرمى المنافس، وبالتالي حقق الفوز النادي الاهلي بنتيجه 26-23 ليواصل فريق سيدات اليد التربع على قمه جدول المسابقه بالعلامه الكامله، لان هم حققوا الفوز في كل المباريات في بطوله الدوري العام حتى هذه اللحظه. انا مش لاقيه يعني، الحمد لله يا رب رياضه فيها احنا مش ناجحين يعني، الحمد لله بجد. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي في اي رياضه كانت يعني انت ناجح فيها وانت بتفوز ببطولات، والحمد لله فكره كمان ان التوقف اللي حصل في بدايه السنه ربما بعض الفرق وبعض النوادي تاثرت، لكن نادي الاهلي بالعكس يعني لو انت لاحظت بالعكس النتيجه كانت ايجابيه جدا، ده بفضل ربنا بفضل التعب طبعا من المدربين بفضل اللعيبه اللي موجودين عندنا اللي بينتموا لهذا الكيان الكبير، في حاجه مشرفه جدا بجد. كل التوفيق لكل الرياضات والابطال الموجودين عندنا، الفرق المختلفه والرياضات المختلفه بجد.